صباح الخير يا زلمة. طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزر بروكر، عيدهم لكم كريم عيد. اليوم 28 مارس 2022، وهنتكلم مع بعض في فيديو بتاعنا عن أسعار النفط. تداولات سلبية لأسعار النفط وانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الصباحية لليوم النهاردة، وده راجع أكيد في المقام الأول نتيجة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن أكدت سلطات شنغهاي أنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد 19 على مدار 9 أيام. دي كانت اهم الاخبار المؤثره في الاسواق. ما كانش عندنا بيانات هامه النهارده، كمان هيكون في غياب كامل للبيانات الهامه، وذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشارت، الاداء السلبي والانخفاضات والثبات اسفل نقطه المحوريه الهامه عند 110، طبعا 99 اداء سلبي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء سلبي على السعر على الاستوكاستيك على الفلات ترند، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، ثبات سعر اسفلهم، ولكن ما زال الاي ام اي مد اشارات ايجابيه، وهو طبعا بطبيعه الحال مؤشر بطيء في تحويل مساره، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 109.15 علشان يروح ل 107.65 وراها ال 106.15. مرة تانية كسر 109.15 وراها ال 107.65 وراها ال 106.15. السيناريو الآخر المعاكس حق بكسر 112.65 وراها ال 114.86 وآخر نقطة عند ال 116.65. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.